بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الافتراض يا جماعة في السلايدر إنه هو بيمشي one by one step، واحدة 61 وهكذا، فاهمني؟ لكن أنت ممكن تعمل كنترول عليه بالخاصية اللي اسمها داتا ستيب. بعد داتا ستيب بتبتدي تحط رقم معين، الرقم ده هو اللي هيمشي لك بيه كستباتك. يعني كده انت لو حفظت هتمشي نوت 1 باي 1، المفروض تمشي 5 باي 5، 45 40 وهكذا. تمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.